حسام منورانا مبدئيا ما شاء الله دايما قمر ما شاء الله الله اكبر يعني ميرسي يا حبيبي ربنا يخليك كان بس انت اللي مختاره الطعم ده النهارده ده بتاعي عادي كده النهارده طبعا فيلم مهم لاحمد عز وفيلم مستنيينه بقالنا سنين شايفه التجربه ازاي وشايفين ان في موسم قوي ان ده تامر وكريم وعز ايه رايك ما شاء الله يعني فيلم تامر لسه ما شفتوش هشوفه فيلم كريم طبعا برده شفته من فتره من كام يوم كان حلو جدا ودلوقتي احمد عز حبيبي بحب اعماله جدا وجاي ابارك له وان شاء الله هنشوف اعتقد حاجه قويه جدا الفيلم بقى عن الهاكر وسرقه الصفحات والحياه الشخصيه انت لبستي في الموضوع ده في حياتك ولا لا لبستي طبعا اكيد يعني لازم مريت بده وناس كتير مروا بده اكتر حاجه يعني صفحتك اتسرقت قبل كده او انستا او ايه اللي حصل انسرقت مره صفحه الفيسبوك زمان اجت فتره كانوا يسرقوا صفحات قبل ما تتوثق فطبعا انسرقت وبصعوبه رجعناها وانسرق مره الانستغرام كمان كنت متجاوزه 500,000 تقريبا انسرق بعدين لما وثقنا لصفحات صارت السرقات خفت يعني صار في حمايه عايز اعرف من الموسم اللي موجود دلوقتي ايه اكتر فيلم نفسك تدخلي التبعيب هل كريم ولا تامر ولا عز لا كلهم أنا عند عز لا كلهم انا عند عز وشفت كريم بس على بالي كتير شفت تامر لانه عامل شغل كتير حلو كتير الناس شايفه ان تامر بيبالغ لما بيقول انه عامل 121 مليون فانت رايك في الكلام ده ايه ما اعرفش وانا شعرفني شايفه وضع السينما والسوق يسمح ان يعمل ايرادات كبيره بالشكل ده والله ليه لا يعني المصريين مزوقين وبيحبوا السينما واكيد لما ينزل نجومهم بعد هالغياب وبعد هالوقفة مع كورونا مش قريب كتير خش بوقي اكيد يعني كلنا مشتاقين للسينما ما بالك الناس لانه وقفنا كتير بزمن الكورونا كتير كان صعب الوضع انه بعدين يعني تعبنا جدا تابعتي فيلم كريم عبد العزيز بقى عايزين نعرف رايك فيه كان حلو قوي لايت والشخصيه اللي عاملها حلوه جدا مقوله ان البعض لا يذهب للمأذون مرتين ولا عادي نذهب للمأذون مرتين وثلاثه لا ما بحبش مره واحده وبس يا جواز يا طلع مفيش يعني قرار نهائي لا استعين لا بصديق ولا بشيء طبعا عشان بجهزي بقى جديد الفتره اللي جايه هلا عم خلص فيلم تماسيح النيل مع سامي حمد العزيز يوم الجمعه القادم ان شاء الله اخر يوم عم بقرا في فيلم جديد ومسلسل عربي بان عرب مشروع بان عرب شغال كده مع عثمان ابو لبن فهل ده ليكي معاه ولا حاجه ثانيه لا حاجه ثانيه ما تقولي بقى تفاصيل انا بحاول اوقعك لما اوقع بس والله انا مسافره بعد كم يوم علشان التوقيع وادعي لي بقى ربنا يخليك ميرسي